بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الليلة هي ليلة السوبر رقم 18 أو النسخة رقم 18 في كرة القدم المصرية. الحقيقة قبل بس ما أتكلم عن السوبر وأتكلم عن كل هذه الأمور، عايز أقول لحضراتكم إن أنا استوقفني رقم، يعني ده السوبر أو دي النسخة رقم 18. خلاص 17 بطولة اللي فاتت النادي الأهلي واخد كام بطولة؟ 11 بطولة. 11 بطولة من 17 بطولة، النادي الأهلي فقد 6 بطولات فقط خلال الفترة السابقة. ده رقم يعني في نص الكلام كده واحنا بنتكلم مع حضراتكم. بكرة إن شاء الله البطولة رقم 18، النهاردة ليلة النسخة رقم 18، ليلة السوبر رقم 18. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة الهامة جدا، الصعبة جدا، محدش يستسهل هذه المباراة. هي مباراة بين فريق النادي الأهلي الكبير، فريق النادي الأهلي بطل الدوري في الموسم السابق قبل السابق يعني، وأيضا نادي طلائع الجيش بطل أو تاني الكاس في الموسم قبل الماضي، أو احنا لسه ما خلصناش الموسم ده. عموما هي مباراة ليست بالمباراة السهلة يا جماعة، من فضل حضراتكم ولكل جمهور النادي الأهلي، هذه المباراة ليست كرة القدم دايما فيها كل شيء، كرة القدم دايما فيها كل شيء، فيها لا قدر الله ان انت تخسر، تتعادل، تكسب. كرة القدم لا تعترف بالاسماء ولا تعترف باي شيء الا المستطيل الاخضر فقط. انا لازم اقول الكلام ده لان الواحد ياما شاف مثل هذه الامور، وياما شاف زي ده واكتر، يعني فرق تصنيفها كبير جدا جدا بتقابل فرق تصنيفها اقل منها بكتير، وفي النهايه الملعب هو اللي بيحكم. الملعب هو اللي بيحكم، ولا صفقات بتحكم ولا جمهور كتير بيحكم ولا اي شيء، ولكن الملعب ال11 ضد 11 اللي هيلعبوا في الملعب هم اللي هيحكموا. كابتن مستر بيتسو موسيماني مع كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن مستر بيتسو موسيماني هيختار بكره ان شاء الله، عنده 27 لاعب موجودين معاه في المعسكر، هيختار منهم 11 يلعبوا وسبعه يقعدوا على دكه البدلاء، يختار منهم ثلاثه او خمسه ينزلوا، وبالتالي هذه هي المباراة. كابتن عبد الحميد أيضا، كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، عنده 11 لاعب هيكونوا موجودين بكرة وهيلعبوا، وهيختار 7 لاعبين آخرين عشان يكونوا موجودين على دكة البدلاء، وبالتالي هي مباراة بين 2 مديرين فنيين. الحقيقة مستر بيتسو موسيماني حقق بطولات كثيرة جدا مع النادي الأهلي خلال فترة قصيرة جدا اللي هي 8-9 شهور، حقق 5-6 بطولات وثالث العالم، وإن شاء الله بكرة تبقى البطولة الخامسة لمستر بيتسو موسيماني، المحلية رقم 5 بالنسبة لبيتسو موسيماني مع النادي الأهلي. نتمنى يا رب أن النادي الأهلي هو اللي يفوز بكرة. كلنا كأهلوية هنقف خلف الفريق، وهنشوف إن شاء الله إيه اللي هيحصل بكرة. زي ما قلت لحضراتكم ولازم أقول الكلام ده ولازم أكرر الكلام ده، أن مباراة ليست بالسهلة.